مع السلامة مع السلامة. والله أنا الحمد لله كما قلنا إن شاء الله رمضاننا مبروك والعبد يعيش سواء بالقليل ولا بالكثير. في رمضان ديما فما تواضع وديما الإنسان مع الشعب، وأهم حاجة راحة البيت وراحة الضمير. وفي آخر الأمر معناها الإنسان كي يبدأ مخلص ديونه ما عندوش مشاكل معناها بنكية، ما عندوش مثلا ناس تساعده، ما عندوش احتياجات معناها كلي، خاطر كل شيء معناها تتحمله انت، انك تكون تعيش في التواضع، تعيش ناقص شوية، تعيش ما تاكلش كي مثلا كي الناس، ما تلبسش كي الناس، معناها تتقشف شوية، لكن في آخر الأمر راحة الضمير هيك ما يعطيها لك حد، وهيك هيك يحقق في أنك تعيش معناها عندك الأحقية، معناها الاستحقاق أنك تعيش مرتاحة ما يقلقك حد. كي أنت معناها تحافظ على أنك تقضي دين، معناها دينك ولا دين غيرك ولا دين اللي حولك، معناها ما تبقاش مشكلة مع الناس. فهمت أنا شنو اللي عملت أنا بيرسونيلمون؟ معناها في الأزمة الاقتصادية اللي جات للناس الكل، أول حاجة عملتها هي أني بديت نخلص حتى من ماكلتي، حتى من لبستي، حتى من أبسط الأشياء. معناها نخلص اللي كان عندي ديون، الحمد لله خلصت ديوني. أنا بقاو شوية متاع راجلي، خلصت زادة من متاع راجلي، معناها عاونته أنه خلص، وأنا زادة معاه وخلصت جانب، لكن بقى جانب صغير قاعدة معناها كل الطرق، معناها كل السبل لازم نخلصه، ناقصة مانيش ناقصة، ناكل ما ناكلش، نلبس ما نلبسش، هيك كل حد شيء بالنسبة لي، حتى كان ناكل عظمة عظمة في النار أقسم بالله حتى كان نعيش على عظمة وخلص العبيد خلصهم، حتى كان هما قلبوني، هما يبداو قالبيني معناها مش عاطيني فلوسي، ساكتة الفم ساكت، وخلص الاخرين اللي سالوني فتش، خاطر هما باش يقلبوه لازم تكون انت شارية من عند عبد اخر. ما فهمت الحكاية، معناها انت تخلص اللي شريت من عنده وهو ياخو ما يخلصكش. فهمت انت اش تعمل؟ تقعد تخلص فيها في هذاك الناس هذوكم هكاكا تعيش مرتاح، لا واحد يغور عليك، وبعد كان خلصك مرحبا، ما خلصكش ولا ربي ربي يقضي الدين ان شاء الله ان شاء الله ياخذ الحق ربي، معناها حتى كان ما خلصكش في الدنيا في الاخره باش تاخذه مضمون، في الاخره مضمون، معناها لابد تاخذ حقك. اما شنو تربح؟ تربح الامن نتاع نفسيتك، نتاع الواقع اللي عايش فيك. مثلا تبدا مرتاحه، دارك ما فيهاش ديون، معناها صغارك ما عندهمش ديون، راجلك ما عندوش ديون، يبدا ضميره مرتاح، الانسان عايش مرتاح، يستحمل شويه عذاب، يستحمل شويه تقشف، لكن مرتاح. من المثال المصغر هذا نعبدو للمكبر، المكبر انت تونس، كي تبدا تونس ولا اي بلاد عربيه تكون عندها ديون راهو مش تتعب ياسر، راهو ما تقولش معناها ديون خارجيه، خاطر هذه معناها بنوك عالميه، بنوك عالميه معناها اموال كل العالم مجتمع ذاك البنوك هذيك، معناها ما ينجموش يتغاضوا النظر على انك انت ما تدفعش. قال شنو انت مزيانه ولا انت باهيه ولا انت صاحبتهم؟ نو، هذا راهو مؤسسه عالميه، هذه قوانين، هذا تدفع يلزمك تدفع، ما فماش على خاطر عينيك المزيانين ولا على خاطر لا لا لا، هذا تفكير نايع، تفكير نتاع ميوعه نتاع جهل، فهمتش؟ خاطر هذا مش واحد باش يجي يحكي معاك ديريكت، هذه مؤسسه عالميه يلزمك تقضي الدين نتاع البلاد هذيك، هكا تولي انت لك رهابي، لك مشو، لك باش تشرد، لك فكولك صغارك، لك فكولك دارك، لا عملوا لك حتى شيء، ما كانش كل الاوصاف وكل العيوب باش تهبط فيك، وانت ماكش فايق، تحسب روحك واول ما يهبطوا عليك، يهبطوا يقتلوا لك هيك، فهمتش؟ اللي زعما هي وتحسب روحها باش تضرب القرض وتضرب الكريدي على حساب تونس
وعلى حساب البنك البنوك العالمية، وهو باش يقعد يضحك لها في باليش البنوك العالمية هيك مرأة كيفها ولا تعسمنها. معناها أول ما تدخل ترك حلها أمورها الساعة، ترتاح منها على الجانب هذاك متاع القلبة، تركح القلابة من غادي وتمشي هي تبدا تخلص ديريكت من البترول ولا من أي حاجة، وتتكلم تاكل على راسك راهو فماش مشكل، على خاطر العالم كامل متفق هو أنك تخلص فلوس الناس الكل، فهمتش؟ معناها مش تبدا تجبد وأنت ماكش فايق. فهمت علاش يلزم التقشف ويلزم العمل ويلزم الخدمة، تخدم كل شيء، فلاحة سياحة كل ما يجي قدامك، وتمثالش في سيستم الوقايضة في الحوالي هذه ما لقيتش وين تبيع، هو يدبر لك المرشيات وين تبيع، أما المهم أنت تعيش خالص، هكا لك رهيبي، لو دخل لك من الجنوب، لا دخل لك من فوق، لك هكا تعارك مع الدولة هذه، لك هاو مع هذه، هكا تولي أنت مريقة، ما عادش معلقين لك شماعة كما يقولوا، كل ما حاجة تجي مشومة يقولوا عليك أنت، فهمت؟ دونك ذكي اليد خلص ديريكت يخلص. راه ما تقوليش هيت مثلا نعملوا حرب، قال شنو نقتلوا العباد ونخلصوا، ليه اول ما يتقتل المديني اللي خذات ديو باش ياخذوا يرجعوا الفلوس للبنك الدولي، راهي مؤسسه حكوميه عالميه، مش واحد تعرف وانت ولا هو ملك العالم كامل. فهمت الحكايه شنو معناه؟ يلزمك تخدم وتعرق وتدفع وتتقشف وتعيش مرتاح البال، مش تقعد تضحك هيا ميل لابسه روبا هكا، ولا هاي لابسه حاجه قديمه، ولا هاي كليت عظمه ما كليتش حد شيء، ولا هاو ما فماش الشيء هذا. عارف روحك راك داخله عباره جيك لوسي من المحكمه، ما زلتش في المحكمه، انت حاجه كي تجيك حاجه من المحكمه ما زلتش تناقش فيها، معناها شكون باش تتكلم؟ باش تمشي تصاحب الحاكم؟ ما عندوش الحق حتى الحاكم باش ينحي لك الدين هذاك، اش باش تعمل انت؟ معناها ما تفكرش تفكير، سامحني تفكير ديغولاس مينابل، تفكير خليني ساكته، تفكير متاع خبيث نشوف هيك الحاجه نشوفها انساها، راهو زيد باش تقول باش نسقد روحي بها ناحيه التفكير السيء، يلزمك تدخل بالتفكير الموضوعي العملي، هيك كيفاش نجم تخلص؟ ما نحكيش على تونس، نحكي اون جينيرال، باش ما تقولوش قالت على تونس، احنا تونس عندنا نعملوا يسر على عرق جبير، معناها احنا بورقيبة ومناضلين متاع تونس الكل، هو اللي هو خليط الشعب التونسي، أول ما علمونا أنا واحدة من الناس الوالد شنو؟ الوالد في الداخلية اش علموه يخدم، خدا قرض، بنى، خلص قرضه، عايش صغاره، قرى صغاره، علمهم صنعة، دخلهم للخدم، ونفس الحكاية، إكسيتيرا هكا. وهذا معناها الحبل على جرارة كما يقولوا هكذا من أجيال الأجيال، أما أن تاخذ قرض وتكي وما تخلصش، هكا احنا ما تعلمناوش في تونس، هكا علاش يمكن القروضات اللي عنا احنا راي تتسمى خالصة في تونس، ما عنيش ياسر احنا، معناها الشعب التونسي مش ماخو ياسر قروضات. انا بيرسونيلمون كمثال مصغر فهمتك شو عملت، شوية تقشف معناها مجهود كبير ياسر، وتونس نفس الحكاية مجهود كبير ياسر، انا وتشجيعات كبير ياسر كي تبدا في خلاص الديون، اللي باش يخلص دينه هو اول واحد اللي يبيع، وهو اول واحد اللي يصنع، هو اول واحد اللي معناها يمشي ويهزولو ديريكت مباشرة باش يخلص الدين هذاك. وراو كي تخلص انت المؤسسات الحكومية هيك متاع تونس ولا البنكية تسميها حكومية، راي تونس هي نفسها مباشرة ديريكت تخلص مع الدين العالمي، فهمت كيفاش؟ معناها يلزمكم تلموا رواحكم وتقعدوا في امن، ما تقعدوش هاو قال شنو كليشيهات زعما باش معناها تخدموا السياحه بالباهي، يلزمكم ما
انا يلزمكم تكونوا امين وموسعين بالكم بالباهي بالباهي، يعطيك الصحه وتخلصوا بالباهي بالباهي والفم ساكن هكا توليو ما عندكمش حتى مشكل، وقتها تعيشوا مع اللي تحبوه بمزاجكم، معناها مش على خاطر فلوس، فهمت؟ بمزاجكم كيما تحبوا انتم، فهمت؟ خاطر هما هيكم مش ناقصين حكايات كيف هكا، هيكم بدعوا الحكايات هذيك، فهمتش؟ دونك مش جايين باش يطلبوا من عندك انت العربيه اللي بالفولاره جايه باش ياخذوا من عندك الزعبي، معناها هذا عقل نتاع جنن نتاع انسان مجنون بالحق. معناها تخلصوا في فلوسه وبعد نتفاهموا، فهمت؟ وبعد عندك حريه الراي، تختاروا حريه الاختيار، تختار ولا ما تختارش، فهمتش؟ ولذلك كيما قلت لك هكا هو. ربي يقضي ديوننا الناس الكل بالعمل والايمان والامن والنجاح للناس الكل ان شاء الله نعيشوا امين. سامحني كان جرحت واحد، اما معناها نفضل اني نوعيك على انك ينافقوك وبعد تلقى روحك ماكله ستاكا، والستاكا ماك تعرفها من عند اتحاد الدول العالمية شنية، يظل واضحة حتى تجربة في البحر هذاك البحر اللي انت مفرهدة فيه، تجربة تلقى روحك تتزلزل تهبط في لحظة، في ربع ساعة تلقى روحك ما عادش موجود، فما الشعب لا انت لا شعب، ما يقعدش يفرز الزلزال، يقعد يفرز لك هو، يقعد يفرز كعبة منا وكعبة منا ناس الكل، ولا انت تقول لنا هاني هاربة مثلا في فرنسا، ولا حتى في فرنسا ما يفرزكش، راه البنك الدولي ياخذك راه فماش فلوس هاربة في فرنسا ولا هاربة في سويسرا ولا هاربة في المانيا ولا هاربة في روسيا، ولا خاطر اللي يسالوك هما نفسهم ماك البلدان هذيك اتحاد الدول هذيك، وين عندك ماشي؟ سامحني مليون يوم سامحني نتكلمتك هكا، لكن ثم عباد ما يفهموا الا باللغه هذه. انا خديت روحي مثال مصغر الحمد لله، انا من ديون خاس كفاية فقط حاجه بسيطه، فهمت؟ الحمد لله حاجه بسيطه جدا ومش بتاعي انا، نتسمى نصدق باش نخلص نتاع راجلي، اما هو راجلي شنو؟ راجلي وصغيراتي. معناها انا بكلي انا لا وجود لي قدام هذوكم. في الاخر معناها المهم الكل يخلص، انا ولا هما كيف كيف. هاي انا مال السلامي ستة وراجلي محمد. ربي وصغاري عندهم العدد الكل، عندهم 17 ولا 12 الكل، ولا 20 مارس. الكل موجود، كل متواجد باهي، عمل استبع عمل سلمي تلقى روحك خالصة في كل شيء، وعايشة متهني وعايش متهني بس. ها ربي مع الكل، ذي للناس الكل وفيكتوار زيدا، نجاح وحياة للناس الكل.